ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ في الفيديو بتاع النهاردة ان شاء الله هتكلم عن الاكسل شيت فاليديشن، هدي نبذة مختصرة كده عنه. طبعا كلنا عارفين ان شغل الكيو سي لا يخلو من استخدام الاكسل شيت، سواء بقى في حسابات المعادلات المعقدة زي الاسي والريليتد وحاجات تانية كتير. السؤال هنا، هل الاكسل شيت ده يصلح ان انا احسب عليه المعادلات المعقدة دي؟ الإجابة طبعا يصلح. ليه اللي يخليه ما يصلحش؟ يعني الإكسل شيت ده حاجة بنت ناس برضو، وينفع أننا استخدمه في حساب المعادلات دي، ولكن في شروط معينة لازم أحققها في الإكسل شيت ده علشان أقدر أقول أن الإكسل شيت ده valid لحساب المعادلات دي، أو بمعنى أصح إكسل شيت validation. أول بند من تحقيق الإكسل شيت validation هو أن أنا أعمل المعادلة بتاعتي عادي خالص على الإكسل شيت، وبعدين أعمل عليها check باستخدام الساينتفك كالكوليتر. يبقى الساينتفك كالكوليتر هنا اكت از ستاندرد، بتمثل بالنسبه لي كانها ستاندرد بعمل بيها تشيك على المعادله بتاعتي اللي انا بعملها على الاكسل شيت. طيب السؤال هنا، هل بعد ما شيكت على المعادله باستخدام الساينتفك كالكوليتر، هل كده اقدر اقول ان الاكسل شيت valid على المدى البعيد واقدر استخدمه على المدى البعيد في حسابات المعادلات؟ الحقيقه مش بالظبط، مش بنسبه 100%. ليه؟ رغم ان انا شيكت بالساينتفك كالكوليتر، لكن الحقيقة اللي بيحصل ان ممكن المعادلة دي تتغير على المدى البعيد، مثلا حد يغير فيها حاجة غصب عنه، يزود حاجة، يشيل حاجة، وارد اي حاجة ممكن تحصل. طبعا اكيد مش بيبقى قاصد يعني اللي بيعمل كده، ولكن وارد جدا وبيحصل. علشان احكم القصة دي لازم اعمل حاجة اسمها cell protection، ان انا احمي السيل اللي فيها المعادلة بتاعتي. طيب بنعمل الموضوع ده ازاي؟ بنيجي عند كلمة بنعلم طبعا على السيل اللي فيها المعادلة، وبنيجي عند format، وبنعمل لوك للمعادله، وبعدين بنعمل بروتكت، وبنحط باسورد. المفروض ان الباسورد دي تبقى مع السكشن هيد اللي في المعمل او السوبرفايزر، لكن طبعا ما ينفعش ان هي تبقى مع الكيو سي اناليست علشان ما يغيرش اي حاجه. ويبقى دور الكيو سي اناليست بس في القصه دي كلها ان هو بيدخل بيانات فقط، الحاجات المتغيره، وزنات، تخفيفات، اسم الحاجه اللي بيشتغلها، اسم التست، ممكن مثلا المانيفاكتشر الاكسباير، الحاجات اللي هي التشنجبل دي، الحاجات المتغيره. اما الحاجات الثوابت اللي هي المعادلات ما ينفعش ان هو يجي جنبها خالص، وبالتالي لازم اعمل لها بروتكشن بباسورد. طيب انا كده خلاص شيكت على المعادلات بتاعتي بالكالكوليتر وقفلت السيل بتاعتي، كده الاكسل شيت اصبح valid على المدى البعيد، اقدر استخدمه لاجراء المعادلات المعقده والغير معقده. ده كده كان نبذة مختصرة عن كيفية عمل الاكسل شيت فاليديشن، موضوع مهم جدا جدا يا جماعة، ومفيش اي اودت بيجي دلوقتي الا ويسأل على الموضوع ده، واحيانا كمان بيطلب ان انت تفتح له اكسل شيت ويبدا يبص يشوف انت فعلا عامل بروتكشن للسيلز ولا لا، عامل فاليديشن للكلام ده ولا لا. وفي النهاية ربنا يوفق الجميع، اشوفكم على خير، سلام عليكم.